منا حابة تتزوج. بتحبي انا اكمل علمه؟ لبيك شو بتقولي له هلا لما يحضرك؟ شو بتقولي له لبيك؟ بابا ما بدي اتجوز. قبل ما تكملوا اشتركوا هلا بقناة مالك مكتب الرسمية على يوتيوب، وما تنسوا شغلوا الجرس. قد ايه عمرك ماري مار؟ 14. عمرك 14 سنة. وشو؟ كاتبة الكتاب. وكاتبة كتابك. بعمر 14 سنة. وزوجك محمد حدك. محمد قد ايه عمرك؟ 15 سنة. وزوجتك عمرها 14 سنة. إذا كاتبة كتابك يعني صرتم متزوجين. أنت ليه تزوجت بهالعمر الصغير؟ عم إجا عم بيي قال له بدي عجبتني بنتك وبدي إياها لابني. ومبيي سألنا قلت له مثل ما بدك أنت. قلت مثل ما بدك يا بابا. أنت كان بدك تتجوزي؟ بيني وبينك كان بدي أنا كفي علمه. كنت أنت بدك تكفي علمك بس بيك قال لك شو؟ قال لك بيك؟ قال لي عمك طلبك وبدي اياكي لابني وتوافق. قلت له مثل ما بدك انت. وما قال لي ايه انا موافق. وقلت له ايه مثل ما بدك موافق انا موافقه. ما قلت له انا بدي كفي علمي بدي كفي مدرسه؟ قال لي ايه بتكلمي علمك وبتخبه. قلت له لبيك هالشيء انه انا حابة اتعلم واكون دكتوره لما اكبر؟ شو قال لك؟ قال لي ايه. كيف ايه وبده يجوزك؟ بس ما كنت حكي فيه. قالت له لأبوي. ولما حكيت فيها راح حلمها. ايه. انت ليه بدك تتجوز عمرك 15 سنة؟ لأني معمر ومخلص بيت وبشتغل. لأنك معمر ومخلص بيت وبتشتغل. هيدول برأيك كافيين لتتجوز أو لازم واحد يكون معلم ومخرج من الجامعة وعنده شهادة يكون ناضج؟ كنت تاكل مدرسة أنا بلبن. ما برأيك واحد لازم ينطر شوي ليكون ناضج؟ يقدر يتحمل مسؤولية؟ قادر تحمل مسؤولية بعمر 15 سنة؟ كيف تقدر؟ ما بي بيك. بس هذا مش يعني أنت عم تحمل مسؤوليات، يعني بيك عم بساعدك. ايه أنا وبي. أنت وبيك. ايه أنه بساعدني بالبيت يعني بي. أنت ليه زعلانة ماري مار؟ ما بدك هالشغلة كلها؟ قولي قولي. كنت حبي أنا أكمل علمه. ما كنت حبي لا أتجوز ولا أخطب. ليه ما قلت له هيك لبيك؟ ليه ما قلت له ما بدي أتجوز؟ قلت له. قال لي بتخطبي وتتعلمي. ما فيك تخطبي وتتعلمي. قال لك بتكفي 5 أشهر مدرسة وبترجعي على أنا نحن منا خطبة. كاتبين كتاب كنتم مجوزين هلا. إيه هلا بس تخلص مدرسة بنام العرس وبتجوز. لبيك شو بتقولي له هلا لما يحضرك؟ شو بتقولي له لبيك؟ بابا ما بدي اتجوز. كيف ممكن اقنع بيك انه ما يجوزك بهالعمر؟ محمد ما عنده اجوبه. والدك موجود هون معنا بالاستوديو. ابو ركان والده لمحمد. مساء الخير ابو ركان. بيو وعمه لماري مار. نعم. سمعت لماري مار عم تحكي. شو رايك باللي قالته؟ والله هذا هي يعني رايها هي. ونحن ما حرمينا من اي تعلم تعلم ما عندنا مشكله. حتى لو بدها تروح على الجامعه ما عندي مشكله. ابو ركان اليوم عم بتقول كانت ماري مار وجهت رساله لبيا. إيه؟ وجهت رساله امام كل الراي العام وانت عمه ايضا عمه. وقالت له يا بابا ما بدي اتجوز. كيف ممكن نحن نوقف هذه الجريمه بحق الاطفال؟ ما في جريمه. لا انا خيرته. انا رحت لعندهم. بس هذا ترهيب لما منخير الاولاد. لا خيرته لا هي بالزيت. نعم انا عندي توم. شق التوم الاخ. قلت له نقي بينه وبينه. ايوه. شو قلت له؟ قلت له لمحمد لخيه بدي بنتك لولد من ولدي. قول انت بتفصل نحن شو بدك؟ جيت علي قلت له ماري مار نقي. عندي 5 شباب. عندي 3 بسن الجواز وعندي 2 صغار. نقي اللي بدك اياه منه. بعد 3 ايام بتردي علي خبر. قالت لي بدي محمد. هيك بتخيرها في 5 نقي واحد منه وهيدا شق التوم ابن عمه ونقي واحد منه يعني هيدا هو الزواج ابو ركان. يا ابو ركان حضرتك يعني حضرتك انا بقدر حضورك الليلي ولكن هيدا سؤال اساسي. هيدا هو الزواج؟ هيدا جو عمره 14 سنه بقول لك في 5 رجال نقي لك واحد وواحد شق التوم نقي واحد منه. الجو عندنا بالضيعه هيدا هو. اليوم عندها طموح وانا بحقق لك كل طموحها. ما عندي بدها تكون دكتوره. بدها تدرس وبدها تشتغل وبدها تصير دكتوره.
يصير بدها يتعملوا. وانا خيرت قلت لها اذا بدك تكفي مدرسه، اذا بدك تكفي مدرسه بخليك كل شيء، يعني بخليك بالمدرسه لتخلصي بدك. ايدي بايدك، ايدي بايدك، انه لا لزواج القاصرات ابدا. وعد، وعد رسمي، وعد رسمي. شو لو بعد 15 سنه ما بجوزها الا ما هي تقول منها لحالها، وعهد الله ما حدا بيقول لها منها. انت قالت قدام الكل، قلت وانا معه ماني ضدها. وراكان انت حضرتك جيت على الحلقه برضاك وجيت مع ابنك وكنتك كرمال نحكي عن موضوع زواج القاصرات. مظبوط، فتنا بالنقاش بالحلقه وانت وعدتني بالحلقه وقلت لي وعد انه ما رح يصير شيء بغير رضا البنت، والبنت بدها تتعلم تكفي علمها. صح؟ صح. وحطينا ايد بايد. مظبوط، قلت لي وعد. وعد. انا بدي وعد منك انه لما بترجعوا على البيت مريمار بحمايتك، ما حدا بيتعرض له. بايش بدي اتعرض لإني؟ بشو اولك بتعرضوا له؟ بايش بتعرض له؟ فسر لي بايش بدي اتعرض. ترغيب، ترهيب، ضرب، اجبار. حدا جبرها هي على شيء او حدا عمل معها اي شيء. هي قالت انه هي منا حابه تتزوج. كنت حبي انا اكمل علمه. ما كنت حبي لا اتجوز ولا اخطب. سؤال بدي اسالك اليوم. لا لا هي ترهيب اسمه. لا 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 اسمه ترهيب. لبيك شو بتقولي له هلا لما يحضرك؟ شو بتقولي له لبيك؟ بابا ما بدي اتجوز. اوكي هلا رح احكي. شو حكي يا ليه عم بتقولي هلا هيك؟ خوفي؟ ما حدا خوف من شيء. هي مع علمها تعمل دكتوره. كيف عم تستثملي؟ شو لحد تتجوز يعني؟ ايه شو؟ انه بدها خي ولد. ايه انا سهلة بدك تدرس. انت ليه محتدي هلا؟ لانه طمع عندي ولا بحياتها قالت لي بدها تدرس ولا بدها تروح على المدرسه. هلا مره نمت عندنا في ايدها ما بتروح على المدرسه. هيدا قمه الترغيب والترهيب هالعمليه. هي شو قالت هلا؟ اوكي هي ما بدها غلطت قلت هاي الكلمه. ما بدها هي تتعلم بس انا يا استاذ ميلي. اوكي نحن ما بنها تعالى. هاي تعرضت لترغيب وترهيب هلا بهون. ما حدا رغبها بشيء. انا لما جيت لعندك على الحلقه لهون جيت انه طلبوا مني انه انت بدك خطب لابنك وكاتب له كتاب عمره 14 سنه. صح. 15 سنه وخطب بنت عمرها 14 سنه. صح نحن جينا على هالاساس. صح على انا بالحوار معها وصلنا لغير خلاص. انا بس بدي وعد منك، ما بدي شيء منك اكثر، بدي وعد منك انه ما حدا يتعرض للبنت. ما حدا بيتعرض لها. ومثل ما وعدتها على الهوا يصير. هيدا اللي بدي. وانا ما عندي مين بده يتعرض. البنت بحمايتك انت خلص. هيدا انا عمل كبير. هيدا اللي بدي. اولا انا عمل كبير. هيدا اللي بدي. ثانيا ما حدا بيتعرض، حتى ابوه بالذات ما بيتعرض له باي شكل كان. هيدا اللي بدي. وهي اللي بدها تضل 10 سنين ما عندي مشكله. هيدا اللي بدي خليها، ما عندي مشكله. شكرا شكرا بركات. شكرا. لاروع القصص اشتركوا هلا بقناه مالك مكتبي الرسميه على يوتيوب.